بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة اليوم أيها الإخوة تقول: لا تيأس من حياة أبكت قلبك، وقل: يا الله، يا الله، عوضني خيرا في الدنيا وفي الآخرة. الحزن يرحل بسجدة والفرحة تأتي بدعوة. كلام شارح حاله من حاله أيها الإخوة. إياك أن يعتريك اليأس، إياك أن يسيطر عليك الاكتئاب. كيف يسيطر عليك الاكتئاب واليأس يا شباب الأمة، يا كل الأمة؟ كيف يسيطر على قلبك اليأس وأنت عندك رب كبير؟ فعشان هيك قلت في أكثر من محفل: لا تقل يا رب لي هم كبير، بل قل: يا هم لي رب كبير. الحزن يرحل بسجدة والفرحة تأتي بدعوة. إذا شعرت إن الحزن تملك قلبك، اذهب توضأ. والله نصيحة ومجرب أيها الإخوة، لا أحد لا يأتيه الحزن لا يزوره الحزن. هذه الدنيا دار ابتلاء وليست دار استواء. ما تعطيك إلا لتأخذ منك، وما تفرحك إلا لتحزنك، ما تسرك إلا لتسيئك. هذه الدنيا الكمال في الجنة. هذه الدنيا سنظل فيها بالمد والجزر بين الحزن والفرح، بين راحة البال وبين الكآبة. دنيا ستظل ناقص ويعتريها النقصان، ولكن هناك مواطن يبدل الحزن فيها فرح، ونأخذ من خلالها مخزون عظيم جدا. تبث إلنا هذه المواطن معنويات عظيمة جدا، نستطيع نواصل مشوار حياتنا، مثل السجود. لأنك وأنت ساجد، أعلى إشي فينا شو يا إخوان؟ نقول لك واحد رافع راس، رافع مناخيره. أنت لما بتوطي راسك أو أنفك لله عز وجل في سجدتك، فأنت الله سبحانه وتعالى يقول لك: عبدي اسأل أنا معك. فأنت سجدت لله طوعا وليس كرها، سجدت لله اختيارا وليس إجبارا. فالحزن يرحل ويتبدد ولا وجود له، والفرحة تأتي بدعوة. ما أجمل مجرد أن ترفع يديك إلى الله. وإياك، إياك أن يتعلق قلبك بأحد من البشر، وقت تحتاج إلى من يقف معك. الله يقف معك، الله هو مقصدك. وإذا البشر وقفوا معك هو بتوفيق الله عز وجل. فاطلب من الله أن يرضى عنك، فإن رضي عنك أدهشك بالعطاء. ودمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.